تساؤلات كثيرة حول صحة كيت ميدلتون بعد أول ظهور علني لها عقب إنهاء علاجها الكيميائي، بدت شاحبة وخسرت الكثير من وزنها، فهل كان ظهورها مطمئناً أم مقلقاً؟ في أول ظهور علني لأميرة ويلز كيت ميدلتون منذ أن أنهت علاجها الكيميائي، زارت مع زوجها الأمير ويليام مدينة ساوثبورت شمال غرب إنجلترا، حيث التقيا بعائلة ثلاث فتيات صغار أنهيت حياتهن في هجوم بسكين أثناء حضورهن درس رقص في يوليو تموز الماضي، حسب ما ورد في شبكة CNN. وذكر البيان أن ويليام وكيت تحدثا بعد ذلك إلى عناصر الإطفاء وأفراد خدمة الطوارئ الذين أطلعوهما على تجربتهم خلال الهجوم وتأثيره على صحتهم العقلية. من جهتها قالت كيت: لا يمكنني التقليل من مدى امتنان العائلات جميعاً للدعم الذي قدمتموه في ذلك اليوم خلال الجلسة العاطفية العميقة، ثم شكرت موظفي الخطوط الأمامية نيابة عن العائلات. وفي الوقت نفسه أخبر ويليام وريث العرش المجموعة التي وقفت وقفة إنسانية إلى جانب العائلة أنهم أبطال، وحثهم على التأكد من العناية بأنفسهم، وأضاف: من فضلكم خذوا وقتكم، لا تتعجلوا في العودة إلى العمل. فما الذي سبب قلق الجمهور بعد ظهور كيت؟ لاحظ عدد من المهتمين والمتابعين أن كيت بدت شاحبة بعض الشيء، مشيرين إلى أنها خسرت الكثير من وزنها خلال رحلة العلاج التي خاضتها. إذ تركوا تعليقات عبروا من خلالها عن سعادتهم برؤيتها مجدداً ومتمنين لها أن تكون بصحة أفضل. وبعد الظهور غير المتوقع في ساوثبورت، تحدث ويليام وكيت عن زيارتهما على وسائل التواصل الاجتماعي. كتب الزوجان في منشور على منصة إكس: نواصل الوقوف مع الجميع في ساوثبورت، كان لقاء المجتمع اليوم مثالاً تذكيرياً قوياً بأهمية دعم بعضنا في أعقاب المأساة التي لا يمكن تصورها، ستظلون في أفكارنا وصلواتنا. يذكر أنه في وقت وقوع الهجوم بالسكين في يوليو الماضي، أصدر الزوجان بياناً في وسائل التواصل الاجتماعي تحدثا فيه عن الجريمة من وجهة نظرهما كوالدين. قال فيه: لا يمكننا أن نتخيل ما تمر به عائلات وأصدقاء وأحباء القتلى والجرحى في ساوثبورت اليوم، قبل إرسال حبهم وأفكارهم وصلواتهم وامتنانهم لرجال الطوارئ. كما قدم الزوجان تبرعاً من خلال مؤسستهما الملكية لتوفير إعادة التأهيل النفسي والجسدي لأفراد الشرطة والإسعاف الذين عملوا على مواجهة الهجوم وأعمال الشغب اللاحقة. وكانت كيت قد أعلنت في 9 سبتمبر الماضي أنها أنهت برنامج علاجها الكيميائي الوقائي ضد السرطان، وستشارك في عدد من المناسبات العامة في وقت لاحق من السنة.